مهرس جديد الصغار ما يطلعوا كان البهم، أما في تربيتهم يطلعوا الأمهم، خاطر هي الوحيدة اللي تقعد معهم أكثر وقت في الدار. أي يا سيدي، من الأخر المرأة هي اللي لازمها تتلهى بتربيت الصغار، والراجل كيف يروح يتكى ويفطر ويلعب معهم شوية، خاطر الراجل ما هوش في مخه كان الصغار أش عملوا وش ما عملوش، هو عليه يخدم ويجيب الفلوس، ونساء هما اللي يربيوا الصغار. مثلا في المكتب المعلم حاجته بالولي، تمشي المرأة بتبيع. يا أخي أنا ولا هي كيف كيف، زاد في شريان الحوايج والأدوات والصبات، نبعث المرأة مع الصغيرات، ديما هي تعرف أكثر مني. أما كيف يخلطوا الصغار بطبيعة لهنا نحاسبوها هي، أعملة مدام هي المسؤول عليهم، وكان قالت لك أتلها بيهم ولا أكبس عليهم شوية أرد بالك تقول لها باهي، خاطر يجي نهار ويدوروا عليك، عاد انت أبعد على الشر وغنيله وتو تحل هي مشاكلها معهم. مهرس جديد مهرس جديد.